مساء الرعب على كل اللي بيشوفونا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا ليلة غبرة. ضيفة حلقتنا النهاردة ممثلة جديدة، يعني لسه بتبتدي مشوارها الفني. اعداد البرنامج كلمها على اساس انها هتيجي تعمل اوديشن، يعني تقرا دور في مسلسل جديد، وفهموها انهم هيبعتوا لها التاكسي اللي هو انا العبد لله. يلا بينا علشان نجهز ونروح نستلم الضحية. ربنا يقدرنا على فعل الخير. يلا بينا. تبع استاذ كريم عبد الله شغاله معاه ولا ايه؟ اصحاب صاحبته عوي قوي ولا نص نص؟ طب ما تكلمهولي شغلنا معاكم. شغلني معاه ان شاء الله بجد. هتقولي له؟ هقول له ايه؟ تقولي له شغل ياب معاه. ماشي؟ حفظتي؟ ايه؟ هتقولي له ايه؟ اياد. اياد مين يا ابله؟ بقول لك ايهاب. ده منظر اياد برضو. اياد مين يا ابلة؟ بقول لك ايهاب. ده منظر اياد برضو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم عليك. معلش. انت ليه مجنونة؟ معلش. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. الله مالك؟ انت بخير؟ تمام كويسة؟ انت بخير كويسة؟ تلاقي واحدة مجنونة مش ولا شحات ولا ايه ظروف؟ تعالي افضل بس معلش عشان المراية بس. تعالي زي ما كنت. لا في حاجة والله. في حاجة تحت. في حاجة ايه تحت؟ فين؟ معرفش. في حاجة تحت. تحت فين؟ تحت فين؟ مش عارف. لا بص قدامك بس عشان الطريق. حاضر انزل اشوف لك. لا بص قدامك. طب حاضر اشوف لك بس. لا يا اي حاجه بقول لك ايه. نعم ايه؟ بص قدامك. حاضر. بص لحقت نسيت اسمي يا ابله. لحقت نسيت اسمي وانت كنت هتكلمي استاذ كريم عليا. معلش بص قدامك. حاضر انا بديني باصص قدام اهو. اديني باصص قدام. انت لحقت تنسي اسمي صح؟ لا. امال كنت هتقولي للاستاذ كريم ايه؟ انت بتسجديني؟ لا تمام. الله ينور عليك. هتقولي له ايه بقى؟ هقول له ايه؟ هتقولي له ايهاب كده وتسكتي؟ هتقولي له ايه بقى؟ الله هيبقى اكلمه. ها؟ هيبقى اكلمه. حاضر يعني. تمام. الله ربنا يبارك لك يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه؟ في ايه؟ لا اله الا الله. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. الله لا اله الا الله القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. احنا ممكن نلف ونرجع. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دي هي دي يا عبده صح؟ لا ممكن تلف ونرجع. هي صح؟ لا طب ازاي؟ الشيطان الرجيم. استر علينا. عبد الله انت متجوزه؟ هو ده وقته يعني؟ انت شايف ان ده وقته؟
بسأل يا أبلة بس افهميني، أنا فاهم في الحاجات دي. متجوزة؟ متجوزة؟ أبلة 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 يا أبلة، أصل لو متجوزة دي تبقى سنة طين على دماغنا. أبلة أنت ما بترديش عليا ليه؟ أنت كده بتخوفيني أقسم بالله. طب أنت سامعاني؟ يعني أنت سامعاني؟ يعني أنت سامعاني؟ سامعاني؟ أيوة سامعاك، أيوة سامعاك. في حاجة؟ في حاجة؟ في حاجة؟ خلاص 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 يا عم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 لا، هو يوم أسود، هو يوم أسود ومش معدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس 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 خلاص يا عم. ايه ده؟ ده الصوت ده يا ابله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجع مكانك قبل عشان المرايه اشوف ورايا. يا عم ارجع، رجعني رجعني ولا ايه؟ رجعني. خلاص يا ابله خلاص يا ابله، حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده اليوم الاسود يا رب. ابله ابله، دي كانت ايه دي؟ هي هي دي يا عم، نزلني بقى. هي دي هي هي دي. لا مش هي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص خلاص بس بس سألت سألت خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غني لك طبعا أبلة، غني لك عشان ما تخليش الخوف يسيطر عليك. أو أنت بتعرفي تغني؟ بتعرفي تغني أبلة؟ أبلة أبلة، غني لنا أبلة، غني لنا أبلة. خلينا نفك وما نخليش الخوف يسيطر علينا. الليلة شكلها غريب أقسم بالله. غني لنا أبلة أبلة يا أبلة يا أبلة 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 يا أبلة. أنت بترديش عليا ليه؟ بتخوفيني يا أبلة؟ عايز إيه؟ غني أبلة. طب كلميني، اقعدي ارغي في اي كلام معايا عشان انا ما اخافش وانا قاعد ساكت كده لوحدي. ايوه ايه ده؟ ثواني ثواني عشان هنزل اشوف ردات ايه؟ ردات ايه عاملها في السبنسر؟ ثواني لحظه واحده. طب ايه يا فندم؟ افتح. مفيش عم مفيش عم. بس يا ابله ده مقلب، يا ابله ده مقلب.
بنصور بنصور بنصور. انا شريره. فين الكاميرا؟ نزلوني نزلوني. كنا بنهزر والله. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من برنامجنا ليلة غبرة. وما تنسوش مع عفريت اللبني آدم. يا باشا الاستاذه بتموت.